يا اللي لابد تصدقونا في الظلام. من أنتم؟ أنا مقاتل مجاهد مناضل شاعر. من أنتم؟ نحن قاومنا جبروت أمريكا. من أنتم؟ تصفقوا لي سيادكم الأمريكان يخدمون الشيطان. نترككم مع رسالة الزعيم والمجاهد الليبي معمر الحجاج. الأخوة وأعضاء مجلس الأمن الدولي، بعد التحية، إن الإرهاب والدمار الذي يمارسه الحلف الأطلسي على منطقة سر لا يمكن وصفه، ولم يكن له مثيل في السابق في تاريخ الحروب. إذا كانت سر معزولة عن العالم لكي ترتكب ضدها هذه الفضائع، فإن العالم من واجبه ألا يكون معزولا عنها، فيجب أن تتحملوا مسؤوليتكم الدولية وأن تتدخلوا فورا لإيقاف هذه الجريمة. قد تندمون يوم لا ينفع الندم. أنتم تواجهون صخرة صماء، صخرة صلبة، دقت ساعة العمل، دقت ساعة الزحف، دقت ساعة الانتصار. إلى اللقاء.